مواكبة تقنيات التحكيم القتالية لرياضة التايكواندو وفق قواعد وأساسيات اللعبة، هذا ما قصدته الدورة الثانية لتدريب حكام رياضة التايكواندو لدى رابطة أنجمنا. أسبوع كامل تلقى خلاله المتدربون 32 من كلا الجنسين فنونا جديدة فيما يتعلق بالتحكيم ونظمه المستحدثة على مستوى العالم، ليكونوا مع نهاية الدورة هذه مواكبين لكل ما تقدم في عالم حسم القتال لرياضة التايكواندو. فأوجزوا توصيات أبرزها مواصلة هكذا دورات لزيادة ومعرفة كل جديد في هذه الرياضة، بالإضافة إلى توفير المعدات والمستلزمات الحديثة والتقنية من أجل وضع التطبيق الفعلي في أرض الواقع. كما أصاغوا كلمة الشكر والعرفان لرابطة أنجمنا على بادرتها هذه. رئيس رابطة أنجمنا لرياضة التايكواندو المعلم جيكوبوا يوم بيمبا في ختام الدورة أشار إلى أن الرابطة تسعى دائما إلى تطوير وتأهيل رياضيها. وندور الناس يعني جاي نودا البيتراد منا يقدروا يوصلوا يلا دول لمية ما جاي تيو كومبيتيشن على كان دعاء أكو أديل كان دعاء أكو بكان على ماي شابي كل وقفة يوري قال لا ما بكان تدوجا أو يوري قال لي يمرو. خطوة اختتام هذه الدورة التدريبية لرابطة أنجمنا لرياضة التايكواندو ستليها في الأيام القادمة خطوة أخرى، وهي بطولة الرابطة للعام 2018.